السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الأوتوكاد ممكن الواحد يضرب أرقام، تمام؟ هو مش معمول عشان يضرب أرقام، يعني الشركة مش بتشجعك على السرقة، بس هي معمولة بحيث لو أنت عايز تضيف أي إضافة أو أي معلومة للوحة بتاعتك. يعني على سبيل المثال، لو احنا بنعمل دايمنشن اهوت، وقلنا مثلا من هنا لهنا أنا عايز أضرب الرقم دوت، تمام؟ هو معمول عشان تحط تفصيل اكتر، تمام؟ هتدخل في التكست وهتلاقي حاجه اسمها تكست فار رايت، تمام؟ المفروض بقى ان انت تكتب مثلا معلومه اضافيه او عايز توضح مثلا ان دي الهاي او الويتس او اي حاجه من الحاجات ديت، بس ممكن حد يقول لك لا انا هخلي ده مثلا 6 متر، تمام؟ هو هيكتب الرقم هنا، تمام؟ طيب ازاي لو انا جات للوحة اعرف ان الارقام دي مضروبة ولا حقيقية؟ تمام، يعني شكيت كده ان في ارقام كتير بتضرب. هدخل على اكسبريس دايمنشن واقول له ريسيت تكست، واروح معلم على اللوحة كلها، تمام، او علم على الدايمنشن. يروح عامل ايه؟ هيجيب لي الرقم الحقيقي، تمام. هتخش بعد كده على فرايت تكست، هتلاقيه لا، يعني دوت هيجيب لي الارقام الحقيقيه، مش هيجيب لي اي رقم مضروب.